أنا أعتقد ما حدث من هذه الزيارة ما هي إلا خدعة يراد أن نقع فيها نحن من وقفنا ضد هذه المخرجات التي نتج عنها للأسف الشديد يعني وصاية على الشعب الليبي، ويا ليت هذه الوصاية فقط يعني توصلنا إلى نقطة يستفيد منها الشعب الليبي، ولكنها للأسف الشديد هذه الوصاية ستدخلنا في حرب، لأن هو معلن للجميع وكوبلر قالها وكل الذين يتحدثون قالوا أن نريد أن نشكل حكومة لكي نحارب الإرهاب. حرب الإرهاب بالنسبة لنا نحن تعني الحرب في أفغانستان، تعني الحرب في سوريا، تعني الحرب في العراق، تعني الحرب في اليمن. قبل ذلك لو توضح لي ماذا تقصد بأنها خدعة، يعني هذه الزيارة خدعة؟ نعم هي خدعة. طبعا لعلكم تذكرون في الأيام الماضية بدأ التحدث عن المادة الثامنة في الأحكام الإضافية. هذه المادة تجعل كل المناصب القيادية شاغرة بما فيها منصب القائد العام خليفة حفتر، ولكن الحقيقة هم يعني لا أعتقد أن الغرب بهذه الدرجة مستعد يضحي من أجل شخص واحد، فهم في النهاية بكل سيخرجوا خليفة حفتر ويقولوا أقبلوا الاتفاق. أنا الحقيقة لم أجد Thank you.